اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عاملين ايه؟ وحشني كتير قوي. النهارده بقى هقيم لكم حاجه اتوال اللي في العلبه اللي هي 4 كيلو، وهدوق طبعا عشان اقدر اقيم. يلا بقى ايه نشوف سوا ونقيم. اول حاجه هدوقها البسكوت. اول حاجه هدوق البسكوت. اهو دي شكلها اهي. بصوا بقى عشان البسكوت تقدروا تقيموه تنزلوا كده في الشاي كده كده. نبعد كده نقرب الطبق كده، ما دابتش بسرعة. لا حلو، ندوق بقى كده ونشوف اللي ما دابتش بسرعة دي ايه الاخبار. طعم الفانيليا بانيا بانيا إيه. طعم الفانيليا باينه فيه قوي، وفي قرمشه حلوه مش ب... يعني عارفين لما انتوا بتعملوا البسكوت كده وتنزلوه ويدوب بسرعه، ده اعرف اللي هو كده بسكوت مش حلو. انما بصوا نزلت في الشاي وطلعت طعم السكر حلو والقرمشه. انا اهم حاجه عندي يكون في قرمشه. حلو ده البسكوت عجبني. انا اهم حاجه عندي الشاي الصبحيه في العيد وطعم البسكوت. بصوا لا جميل حلو. ندوق ايه بقى تاني؟ اه لا انا اصل انا بص بقى، ما دام دقت انا بالفانيليا لازم انا ادوق اللي بالكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا واخيرا نسيت، مش تقولوا لي فكروني يا جماعه. بصوا لا ريحة الكاكاو اللي هو غامق، بس اللي هو مش شكله ايه، كاكاو حلو، نوع الكاكاو حلو. بشم البسكوتة عشان طعم الكاكاو كده لما بيبقى لونه غامق كده ممكن يبقى مر. بص البسكوتة بقى، بصوا برضو ما دابتش بسرعة. هو في سيكة بس مرارة شوية كده، المفروض يقللوا شوية الكاكاو اللي موجود في قلب البسكوت. يعني هو اه يعني عاملين لون حلو بس في شوية مرارة كده في البسكوتة. البسكوتة ديت أحلى. أنا بحب اللي أنا أتكلم بصراحة ومبحبش أخبي حاجة. في مرارة شوية اللي هو الكاكاو اللي هو الإيه الأسباني المر شوية. ندوب بقى الغريبة. الغريبة دي اللي باللوز. هي شكلها كده دايبة دوب وجميلة. وبصوا بصوا بتبصم في الإيد. لا ما بتبصمش في الإيد. ندوقها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طعم السمنة البلدي باينة فيها ودايبة دوب زي ما انتوا شايفين. انا اهم حاجة عندي برضو القريبة يا جماعة، برضو انا يعني مصرية اصيلة. طعمها حلو. لا طعمها حلو، مش من الحاجات اللي هي ايه اللي انا اكلها ومعمولة بزبدة وخلاص. لا دي معمولة بسمنة بلدي وطعم الزبدة باينة، مش عاملين اي كلام يعني. اه الكوكس بقى. لا حبيبي الكوكس ده، تعالوا اتفضلوا معايا، انا عمال اكل 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 ما اقولكمش اتفضلوا معايا. تعالوا اتفضلوا معايا. بصوا برضو نفس اللون بتاع البسكوت. بص يلا بس ندوق بس كده، ندوق كده. مقرمشة زيادة، ما فيهاش الطراوة زي. ارجعوا بصوا على الكوكيز عندي يا جماعة، اجمد من الكوكيز بتاع اتوال بصراحة عشان ما باش كداب. بصوا بصوا البسكوتة من ورا مفرغة زيادة عن اللزوم. ده معنى كده اللي هم حاطين بيكنج باودر زيادة، خميرة زيادة، مفرغة زيادة عن اللزوم وناشفة. يعني لا الكوكيز بتاعي أحلى. خشوا شوفوا الكوكيز بتاعي، ما عجبنيش يعني. لا ما عجبنيش، وفي مرارة شوية من الكاكاو الغامق.
ما عجبنيش. التاني هنا صبدي، هي الشوكولاتة أحلى حاجة اللي هي مش سايحة في قلب الباكت أهي. دي شكلها الشوكولاتة ماسكة نفسها وحلوة، ودي يهمني برضو اللي الحاجة ما تبقاش سايحة، يعني احنا الأيام دي حر. ندوق بقى كده، بسم الله. بصوا، هي طعم الشوكولاتة حلو، بس الصابلي نفسه برضو مفرغ زيادة، مكترين فيه البيكنج باودر. فأنا لما بعمل الصابلي بقطم، وفي نفس الوقت ما يبقاش مقرمش، يبقى يعني طري شوية. بصوا مفرغ ازاي من جوه زيادة عن اللزوم. ماشي، انا يعني انا مش بدوق غريبة يا جماعة، دي مفرغة زيادة عن اللزوم. لما اجي اقطمها كده بتدوب بسرعة في البق، ويا طعم الشوكولاتة حلو مش وحش، بس طعم الصابلي نفسه العجينة مش حلوة، مش عجباني مش عجباني. دي اول علبة. نخش بقى على العلبة التانية. لا، العلبة هنا بقى ايه، محتاجة شغل جامد، محتاجة شغل جامد قوي. دي كحك، كحك بايه، بالعجوة. تمام، الكحك بالعجوة دي لعبتي بقى يا جماعة. الكحكية لما نيجي نمسكها نعملها كده في الطبق ونشوف العجوة، كمية العجوة اللي جوه، والكحك نفسه يعني العجينة نفسها. ده دايبة دايبة، نشوف بقى الطعم. والعجوة برضو من جوه محتفظة كده بالطراوة بتاعتها، ما نشفتش، ودي حلوة، نقطة حلوة عجبتني. ندوق كده بقى طعم العجوة مع الكحك نفسه. العجوة خامتها حلوة، الكحك بيدوب بسرعة في البق، بس مش معمول بسمنة بلدي عشان ما اكدبش عليكم. خش على فيديو ايمي هتلاقوه معمول بزبدة صح الصح. كطعم وعجوة حلو، انما مش معمولة بزبدة عشان ما بقاش كداب، معمولة يعني ايه بسمنة عادية. ده بايه بقى؟ عجوة، ده بعجوة. ده مرشوش مكسرات. هو فكرة اللي مرشوش مكسرات دي حلوة، اللي هي تدي ايه طعم كده وايه وحاجة حلوة كده ايه للكحكة. بصوا بقى، نفتح كده كالمعتاد، بتدوب بسرعة. محشية ملبن. تمام، ندوق بقى حتة كده بالمكسرات. لا، عجبني بتاع المكسرات، حلو، التست بتاعه عالي وطعمه جميل، يعني بتاع المكسرات يا جماعة الكحك ده أعلى من كحك العجوة. عشان ايه؟ لو هتجيبوا علبة كاملة منها، كيلو ولا حاجة او نص كيلو، تجيبوا اللي بتعمل المكسرات ومحش ايه ملبن. بسم الله. نشوف بقى الصابليه هنا. بسم الله. بصوا اهو، بصوا هم مغلفينها شوكولاته حلوه قوي، يعني عجبني تغليفه الشوكولاته. نيجي نكسرها كده، بصوا مفرغه برضو زياده عن اللزوم عشان ما بقاش ظلماهم. هدوق هدوق ايه الحته الصغيره دي. لا، مش عاجبني، مفرغه زياده عن اللزوم وهشه زياده عن اللزوم. اصل هي اصلا يعني ايه طعم الصابليه لازم ما يبقاش مفرغ زياده عن اللزوم كده اهي، بس صغيره يعني بصوا يعني رقيقه قوي زياده عن اللزوم، ومكبرينها بقى بالشوكولاته.
مكبرينها بالشوكولاته، فانا لا ما عجبتنيش، هشه زياده عن اللزوم برضو زي الكوكيز، مش حلو. ده السكر، ده بقى ايه؟ كحك بالعين الجمل. ايه دي شكلها اهي، هنيجي بقى نفتحها هنا كده. محشي ايه ده بقى؟ هي محشية حاجة بس انا مش عارف، يمكن لما ادوقها اعرف. ممكن تكون عجمية يعني، مش عارف طعمها مش واضح في بقي. دي ايه بالظبط؟ هي محشية حاجة، ايه هي؟ مش عارفة، يمكن مكتوب هنا عليها. ممكن تكون محشية بقى ايه، قطع صغيرة من عين الجمل، مش عارفة، بس طعم عين الجمل اللي جوه مش باين، ممكن يبقى سوداني يعني. ممكن، انا بحب اقول لكم التفاصيل قوي. ده ايه؟ ده بيتي فور. خفيفة الشوكولاتة واضحة فيها، هنكسرها بقى كده ونشوفها. لا ما بتتكسرش زي الصابلي، ما بتتكسرش. بصوا، اتنين بتشوفورة فوق بعضيهم وعليها شوكولاتة ومحشية جواها برضو شوكولاتة، هو يعني شغال. الشوكولاتة كتيرة وطعمها حلو، بس مش البيتيفور ده اللي هو بيدف البق بسرعة، طعم الزبدة مش فيه، عشان يبقى عندنا فكرة مفيش طعم زبدة. ده ايه بقى؟ كحك بالملبن. دي شكلها، اهو بصوا كحكاية صغيرة فيها كمية ملبن معقولة. مش معمول بسمنة بلدي، بس ايه، تتاكل مع الملبن، مقبولة. ده بيتي فور كناه، ده كحك سادة. ما هو اللي ما بيحبش بقى المكسرات ولا الملبن اكيد هيجيب السادة. وطبعا لو طعمه ما عجبنيش اقول لكم جيبوا بالمكسرات، عشان ده يعني ها شغال شوية. هو ناعم وكل حاجة وصغير، بس طعمه مش حلو، مش معمول بسمنة بلدي. ده بإيه بقى؟ برضه بملبن. ده بإيه؟ بتيفور لوكس. تيجي نشوف اللوكس ده بقى. أنا شايفة اللي هم مهتمين بأي حاجة فيها مكسرات طعمها بيبقى أحلى. أشوف بقى، أدوق كده أشوف بقى طعم. تحسوا اللي هي ناشفة شوية، وطعم المكسرات مش باين، مش باين فيه طعم، قصدي الزبدة. هو كل الحلو اللي فيها البندقية دي بس، ولا زبدة ولا اللي هي ايه. انا حاسة ان انا باكل بسكوت مقرمش، عارفة انتوا بتاكلوا البتشفور بيبقى طري شوية، لا ده مقرمش كده اكني باكل بسكوت. دي كحك السادة برضو، كحك سادة. دي ايه؟ بيتيفور. بصوا انا بعشق طبعا البيتيفور قوي، لو بقى ايه بالكاكاو. بصوا ده بالكاكاو باللوز طبعا اهو،
ادوق بقى كده شوف. برضو هش على الفاضي. العجينة مش مخدومة، طعم الزبدة مفيش خالص، لا الكاكاو زيادة مديها ايه طعم مرارة شوية زي البسكوت برضو. وده بقى ايه دقنا كده كله مع بعضينا وشوفنا كل حاجة. اتمنى تعملوا لي لايك عشان انتوا بتنسوا. يلا بينا، يلا بقى نفتح علبة اطوال مع بعض. يلا بينا، العلبة دي 4 كيلو، عدد القطع اللي موجودة جواها 242 قطعة. العلبة دي سعرها كام؟ 1050. في بقى عندهم علبة من اول كيلو لاتنين لتلاتة لاربعة لخمسة كيلو. يلا بقى نسمي الله ونفتحها. يلا بينا نخربشها كده زي القطة كده. حلوة برضو ايه التغليفة بتاعتها عشان ايه تقدروا اللي انتوا تشيلوها وتفضلوا رايحين جايبين بيها ايه وتهدوا بيها. بصوا يا جماعة، العلبة عبارة عن درج، اهو استنوا بس ابعد دي كده اول واحدة، ودي تاني درج معانا. هي الفكرة بصراحة غريبة شوية، يعني مش سهلة شوية ايه في الفتح اللي انا احطها وادخلها من الدرج ده. يا جماعة مش عجباني اول فكرة، ماشي. بصوا بقى ده الصابليه اول حاجة معانا، شايفينه اهو، دي برضو صابليه، لا بس الفكرة عجباني اللي هم عاملين السكر باكيت حلو كده اهو، حلو ده. الكحك دي برضو باكيتة تانية، اهو دي بمكسرات، لا دي بمكسرات عين الجمل والبندق واللوز، ده اكيد كحك برضو عين الجمل. وده كحك اهو، ده برضو كحك، لا يعني مشكلين كحك من كل حاجة. بتفور اهم حاجة يعني. بصوا الكواليتي، انا بحب الاماكن اللي بيهتموا في التفاصيل جدا. يعني بصوا عاملين دي عين جمل وده بندق وده لوز، يعني والحاجة مش دايبة جوه الباكيتة، محتفظة كده بكيانها، ده شيء يهمني. ده كحك، كحك، كحك. شفنا بقى ده كله، يلا نشوف بقى ايه التاني. الغريبة هي مقلوبة بس مش مشكلة. يعني علب باكيتة واحدة بس مقلوبة مش مشكلة. بتيفور وشكله ناعم وحلو، وبرضو اللوز بصوا جميل ازاي، الغريبة باللوز برضو، البسكوت انا بحب البسكوت، مين بيحبه زيي، وده بسكوت برضو، ده كوكيز بالكاكاو والشوكولاتة، كوكيز والبسكوتة مقلوبة شوية مش مشكلة. حلو اهو، بسكوت بسكوت بسكوت، ده صابليه اهو شوكولاتة، وده بسكوت، ودي غريبة ايه سادة، غريبة سادة،
وبسكوت برضو بالكاكاو، بس الكاكاو غامق كده ليه؟ بسكوت برضو بالكاكاو. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وهنا، واتمنى الفيديو تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، واشوفكم بصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في رعاية الله، مع ألف سلامة.